رح نشرح اليوم درس الدوران. طبعا الدوران بدنا نخصص عكس عقارب الساعة، يعني احنا بدنا ندور على محور السينا على محور الصادات ومحور السينات بس عكس عقارب الساعة، هيك عكس عقارب الساعة. تمام. هلا الدوران له زوايا، زاوية 90، زاوية 180، زاوية 270، زاوية 370. هلا هاي اسمها الزاوية 90، هيك قائمة. الزاوية 180 اللي احنا بنعرفها اللي هي مستقيمة، 270، 180 و90 يعني هاي كاملة، هيك بتصير 270. 360 هاي 270، 360 هاي اذا لاحظت طلعت شو هاي، بدي امشي 360 درجة، لاحظت اني انا كنت مكان ورجعت نفس المكان، يعني انا اذا كنت عند الف ولفيت 360 رجعت عند الف، اتوقع عرفتوا شو رح يصير بالدوران. هلا كل دوران له قاعدة، دوران 90 سين صاد بتحول لسالب صاد وسين، دوران 180 سين صاد بتتحول لسالب سين سالب صاد، دوران 270 سين صاد بتتحول لصاد فاصلة سالب سين، دوران 360 من الرسمة فهمنا انه بتضلها سين صاد زي ما كانت. تمام؟ تمام. هلا كيف بيصير الحل؟ بيجي بيقول لي دوري 1.93، هيك بتيجي الصيغة، دوران 90 1.3، انت شو بتكتب؟ تكتب سهم. هلا الواحد فاصلة تلات شو قاعدة التسعين؟ هيها قاعدة التسعين تكون حافظها، سالب صاد فاصلة سين، هاي سين صاد، تسعين سين صاد بتصير سالب صاد فاصلة سين. طيب كيف سالب صاد؟ هاي تلاتة، سالب تلاتة لأنها صاد تلاتة، فسالب صاد يعني سالب تلاتة، فاصلة سين اللي هي واحد. هلا نيجي للمية وتمانين، احنا حكينا المية وتمانين سين صاد بتتحول لسالب سين سالب صاد، سالب سين يعني سالب واحد، سالب صاد يعني سالب تلاتة. دوران 270 حكينا رح تتحول لصاد فاصلة سالب سين، طبعا هدول كونوا حافظينهم انتو المعادلات. هلا الصاد اللي هي تلاتة، سالب سين اللي هي واحد بتصير سالب واحد، طبعا الموجب بيصير سالب والسالب بيصير موجب في حالة السالب سين. هلا دوران 360 زي ما حكينا النقطة بتضلها زي ما هي، يعني 1.3 بتضلها 1.3. اتفقنا لهون؟ اتفقنا. هدول القواعد كنت تكونوا حافظينهم، هدول القواعد لازم تكونوا حافظينهم، ما رح تعرف تحلوا اذا مش حافظينهم. هلا نيجي للفكره الثانيه من الدرس، حدد زاويه الدوران في كل مما ياتي، حدد زاويه الدوران في كل مما ياتي. هلا اذا لاحظت هون ال2 فاصلة سالب 1 صفت سالب 2.1، هلا 2.1 صفت 2.1. هلا اذا لاحظت الاثنين ضلت مكانها والسالب 1 ضلت مكانها، بس شو اللي اختلف؟ الاشاره، الموجب صار سالب والسالب صار موجب، يعني زي كاني عم بحكي السين صارت سالب سين والصاد صارت سالب صاد. مين الدوران اللي بخلي لك القاعده تبعته سالب سين سالب صاد؟ دوران 180. نيجي للثاني، سالب 1.2 سين فاصلة صاد، هي الصاد وين صارت؟ الصاد صارت قدام. السين وين صارت؟ السين صارت ورا، بس السين ما صارت ورا زي ما هي، صارت ورا بإشارة معكوسة يعني سالبة. مين القاعدة اللي فيها صاد فاصلة سالب سين؟ 270. نيجي للثالثة، سين فاصلة صاد، السين شو صار فيها؟ رجعت لورا، والصاد شو صار فيها؟ قدمت لقدام، بس ما قدمت لقدام زي ما هي، قدمت بإشارة سالب. شفت أنا كيف بحل؟ مش على الطول بجاوب، لازم أركز عشان كل قاعدة إلها إشي مختلف عن التاني. يعني هون إذا اختلف صاد صاد سين سين، بس اختلفت الإشارة، هون صاد موجب هون صاد سالب، هون سين سالب هون صاد سين موجب سوري. فشايف كيف خطوة واحدة بتغير كل الفكرة. هلا 3.2 سالب صاد فاصلة 2، طب كيف يمس عرفتي انها سالب صاد مش صاد؟ لانها كانت سالب صارت موجب، فلما تختلف اشارتها معناته انه اخذت سالب صاد، فهي دوران 90 درجة. هلا شو عندنا واجب يا حلوين؟ عندنا واجب تدريب 1 صفحة 116، سؤال 1 صفحة 121، وسؤال 2 صفحة 120.